أمامكم وقد اجتزنا مرحلة التدريب والتعليم الفعال في قسم الشرطة النسائية في الساحل الغربي، وكوننا الدفعة الأولى في هذا المجال في مدينة المخا، فإننا اليوم نتقدم بالشكر إلى كل من علمنا وأنار لنا الطريق سواء في التدريب الميداني أو في الجانب العلمي، لما جادوا علينا به من علم وما أكرمونا به من عطاء، داعين الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن نكون الجنود الأوفياء والأمناء لوطننا والحماة لثرواته والساعين لأمنه واستقراره. في البداية نبلغكم تحيات ومباركة قائد المقاومة الوطنية نائب رئيس المجلس الرئاسي رئيس المكتب السياسي، فخور بتخرجكم كدفعة أولى رافد لأمن واستقرار الساحل الغربي، إضافة نوعية لتأمين المنطقة. لا تنمية إلا بأمن، لا استقرار إلا بأمن. نتكلم عن الساحل الغربي ونحن ثقة بأن قوات الأمن قادرة على تحمل مسؤولياتها وواجباتها، وأنتم جزء من الأمن. أصبح الآن الأمن في الساحل الغربي يشار إليه بالبنان، ليس من فراغ ولكن بجهد جبار، ابتداء من قادة أكفاء لديهم قدرات في تأمين الساحل الغربي وتطوير قدرات رجال الأمن. نرى اليوم الأمن والاستقرار في الساحل الغربي في تحسن وكل يوم للأفضل، وجئتم أنتم كخريجين لرفض الأمن، جوازات المطار، البحث الجنائي، الأحوال المدنية، هذه كلها تحتاج إلى كادر يستطيع أن يتحمل مسؤوليته في قطاع الأمن سواء كان للرجال أو للنساء. نتمنى لكم التوفيق والنجاح. الوطن في أعناقنا، سنوفي حتما بالعقود. نحن العيون الساهرة، نحن العيون الساهرة بينما الناس رقود. فداك روحي موطني ما دمت حيا في الوجود، فداك روحي موطني ما دمت حيا في الوجود.